ايه ده؟ واما الاستثنائية يا حضرتك؟ واما الاستثنائية؟ فلأن الإجماع قائم على عصيان من أخر الفعل عامدا إلى ما بعد خروج الوقت. أول السطر: واستدل الآخرون بما يأتي. نمرة واحد أول السطر: إن المأمور به في صلاة الظهر إيه؟ إيقاع الصلاة اللي هي إيه؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، أو ده المأمور به، إيقاعها في هذا الوقت. إن المأمور به فعل مسلمة ولا لا؟ أقوال وأفعال، ولا أقوال أفعال يأتي به المكلف. لما أقول لك كل يبقى المأمور به الأكل، مش كده؟ يأتي به المكلف، والفعل يحتاج بالضرورة إلى زمن. مش كل فعل كده؟ ولذلك أقسم الأفعال إلى ماضي ومضارع وأمر. الماضي ما دل على الزمن الماضي، ما وقع على أن الفعل حصل في الزمن الماضي، والثاني في الحال أو الاستقبال، والأمر في الاستقبال. يبقى إذن كل فعل يحتاج إلى زمن. وريني أي فعل كده ما له زمن. ها؟ والفعل يحتاج بالضرورة إلى زمن. هل بالضرورة ليه؟ لأن هذا أمر ضروري. إلى زمن يحصل فيه. طب ومال؟ قال: وهذا الزمن ليس داخلا في الفعل. ده كلام مسلم. الزمن مش جزء من الفعل. ولذلك بتعرف الصلاة ايه؟ اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائع. دخل فيها زمن؟ قلناش في زمن معين؟ لا ما قلناش. يبقى اذا الزمن مش داخل في حقيقة الفعل. ومدى مش داخل في حقيقة الفعل، وهذا الزمن ليس داخلا في الفعل المأمور به. ليه؟ دعوة. قال: لأنه ليس من ذاتياته. ده حاجة خارجة. حتى يكون مؤثرا باختلاله في سقوطه. الشيء اللي داخل في حقيقة الفعل لما يختل يقع ولا لا؟ دلوقتي الجدار ده مبني من طوب ومونة أسمنت، لو شلت الطوب اللي فيه ينهار السقف ولا لا؟ ينهار. لكن لما يكون خارج عن الحقيقة، البياض اللي انت عملته ده لو شلته يقع الجدار؟ ما يقعش. يبقى اذا الخارج لا يضر في ايه؟ لا يضر الاختلال اخلال به الى سقوط، لا يؤدي الى السقوط. اما اذا كان داخلا في حقيقته فالاخلال به يؤدي الى سقوط. ولذلك بيقول ايه؟ وهذا الزمن، بيقول ان الزمن الفعل المأمور به ليس من ذاتياته الزمن. ومدام الزمن ليس من ذاتياته يبقى الاخلال بذلك الزمن لا يؤدي الى سقوط ذلك الشيء.
يبقى ما زال وده نطبقه على اللي معانا ازاي؟ قال لو كان الامر الاول، ما هو الاخرون بيقولوا ايه؟ الاخرون بيقولوا انه لابد ايه؟ ان الامر الاول امر بالقضاء. الامر الاول امر بالقضاء، ان المأمور به فعل يأتي به المكلف، والفعل يحتاج بالضرورة الى زمن يحصل فيه، وهذا الزمن ليس داخلا في الفعل المأمور به لانه ليس من ذاتياته، حتى يكون مؤثرا باختلاله. ادي حتى يكون مؤثرا باختلاله، دي النتيجة اللي هو عاوز. يعني اذا ما دلش يبقى مش هيضر، يبقى ما زال الطلب قائم ولا لا؟ يبقى ما زال الطلب قائم، لانه ليس من ذاتياته حتى يكون مؤثرا باختلاله في سقوطه. ويجاب عن ذلك بأننا لا نسلم أن الزمن ليس داخلا في الفعل المأمور به، يعني عاوز ينقض له يقول له الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، الزمن ده داخل في الفعل مش خارج عنه، ده من ذاتياته. ليه؟ لان المطلوب اما ان يكون مطلوبا على طريق الاطلاق، زي ما يقولك صلي الظهر، ما قالش بزمن، لا احنا بنتكلم في الطلب المقيد بزمن ولا لا؟ المقيد بزمن. اما الطلب الذي لا يكون مقيدا بزمن، يبقى سلم لك ان الزمن مش داخل في حقيقته، لكن الطلب المقيد بالفعل في زمن معين، يبقى الفعل داخل في حقيقته ولا لا؟ زي ما اقول لك ايه، صلي الظهر ما بين الساعة 12 والساعة 3، يبقى الزمنية دي داخلة في حقيقة الطلب ولا لا؟ لأن بقول لك صلي الظهر بين 12 و3، يبقى الزمنية داخلة في الفعل ولا لا؟ يبقى إذا معانا الطلب نوعين، طلب مقيد بزمن، وده يبقى فيه الزمن داخل في حقيقة الفعل، وطلب غير مقيد بزمن، ويبقى الزمن مش داخل في حقيقة الفعل. صلي في أي وقت، صلي ما شئت. لا نسلم أن الزمن ليس داخلا في حقيقة الفعل المأمور به. ليه؟ لأن الكلام ليس في الفعل المطلق، عاوز أسأل سؤال هنا. الرد بيقول لا نسلم أن الزمن داخل في حقيقة الفعل. لا نسلم أن الزمن ليس داخلا في حقيقة الفعل، وبعدين علل هذا الكلام بقوله إيه؟ لأن الكلام ليس في الفعل المطلق. التعليل ده تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ النفي والمنفي ليس داخلا. والتعليل ده حضرتك تعليل للمنفي ده مولانا، للمنفي. الزمن ليس داخلا في حقيقة الفعل لأن الكلام ليس في الفعل. والنفي لا نسمي تعليل للنفي.
يعني بيقول له ما سلم لكش انك انت بتقول ان الزمن خارج عن الفعل، ما سلم لكش الكلام ده، لان هو بيقول لي لا اسلم ان الزمن ده ليس داخلا في حقيقة الفعل، ما سلمش الكلام ده. امال ايه؟ ليه ما سلموش؟ قال لان معانا الزمن نوعين، زمن داخل في حقيقة الفعل وهو ده الفعل المطلق، وزمن ليس داخل في حقيقة الفعل وهو الفعل المقيد، لأن الكلام ليس في الفعل المطلق بل في الفعل المقيد بوقته. بحيث لو قدم لم يعتد به، بدليل يعني في الصميم، بدليل انه لو صلينا الظهر قبل ما يأذن الظهر ينفع؟ ما ينفعش. يبقى الزمن حتة فيه ولا لا؟ يعني بقول لك صلي اذا اذن الظهر ولا تصلي قبل الاذان، مش كده؟ يبقى الزمن داخل ولا لا؟ ولذلك ايه لما تعرف الصلاة المؤقتة بوقت تقول أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم في زمن معين. مدام قلنا في زمن معين يبقى الزمنية داخلة في مين؟ داخلة في الفعل. بدليل لو أن واحد مدين لك وكتب سداد الدين في يوم الخميس، جه يوم الخميس وانتهى اليوم ولا جابش، وجاب لك يوم الجمعة، بتلومه تقول له ولا لا؟ بتلومه تقول له بقى انا متفق وياك على يوم الخميس، ده انت ضيعت عليا فرصة كنت هنتهسها في يوم الخميس، انت ما جيتش يوم الخميس، انت جيت يوم الجمعة، يبقى مالكش بقى تاني مرة، لأن الكلام ليس في الفعل المطلق بل في الفعل المقيد بوقته. بحيث لو قدم لم يعتد به، زي ايه؟ كالصلاة، فالوقت في مثله داخل في المأمور به. في المعمور به وقيد له، وإلا لجاز فعله قبل وقته. كنا نصلي العصر دلوقتي نمرة اتنين، المعمور به المقيد بزمن، الدين المؤقت بأجل زي سوء. بجامع التعقيد في كل، وكما أن الدين لا يسقط بعدم أدائه عند أجله، ويجب الأداء بعده، فكذا المأمور به إذا لم يؤد في وقته وجب الأداء بعده.
الاستدانة شغل ذمة ولا لا؟ الاستدانة دي مؤقتة بزمن، يأتي لك في يوم الخميس بالمبلغ الذي اقترضه منك. كذلك المعمور به المقيد بزمن شغل الذمة، وكما أن الدين لا يسقط بعدم أدائه في موعده، بل تظل الذمة مشغولة حتى يؤدي ذلك الدين، كذلك الصلاة أو الفعل المؤقت بزمن لا يسقط بعدم فعله، وتظل الذمة قائمة مشغولة به طالما لم يؤد. المعمور به المقيد بزمن كالدين المؤقت بأجل بجامع التعقيد في كل، وكما أن الدين لا يسقط بعدم أدائه عند أجله ويجب الأداء بعده، فكذا المعمور به إذا لم يؤد في وقته وجب الأداء بعده، يعني لا بأمر جديد. ويجاب عن ذلك بأننا لا نسلم صحة القياس، حط قبل قياس كلمة ذلك، لا نسلم صحة ذلك القياس، لأنه قياس مع الفارق دعوة وبيانه، يعني بيان ان هذا قياس مع الفارق ايه وبيانه، ان المقيس لو قدم وفعل قبل دخول وقته لم يعتد به. الصلاة لما نصليها قبل دخول الوقت تنحسب؟ لا. لا. يبقى اذا المقيس غير المقيس عليه، لكن الدين لو قدمته عن وقته، الموعد بتاعك يوم الخميس، رحت انت الاربع وديته الفلوس بتاعته وقلت له كتر خيرك، يعتد به ولا تبرأ الذمة به ولا لا؟ يبقى اذا في فرق بين المقيس والمقيس عليه. المقيس لو قدمناه عن وقته لا يعتد به ويحكم عليه بالبطلان او بالفساد، اما المقيس فلو قدم كان صاحب التقديم ذا فضل على الدائن، وهو أداء الدين، بخلاف المقيس عليه وهو أداء الدين فإنه يعتد به. نمرة ثلاثة أول الصف. لو كان القضاء واجبا بأمر جديد لكان أداء، زي ما قلنا هناك، لكن التالي باطل، فبطل المقدم. وثبت نقيضه وهو انه بالامر الاول، هذا النقيض. اما الملازمة فلان الاتيان بالفعل حينئذ، والتنوين هنا عوض عن المضاف اليه، ايه هو المضاف اليه؟ لا
حين قلنا ان القضاء يجب بامر الجديد يكون اداء. لأن الفعل حينئذ يعني حينئذ وجب بأمر جديد، يبقى التنوين عوض عن المضاف إليه وهو ثبوت القضاء بأمر جديد. يلزم عليه إيه؟ يلزم عليه إنه يبقى أداة. أما الملازمة فلأن الإتيان بالفعل حينئذ يعني حينئذ أوجبنا أن الأداء أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، يترتب عليه إيه؟ إنه إتيان بالفعل في وقت، يبقى أداء ولا لا؟ يبقى أداء، على أن هذا الفعل قضاء وليس بأداء. لا لسه. الجزاء في وقته لا بعده، وهذا هو الأداء بعينه. أما الملازمة فلأن الإتيان بالفعل حينئذ يعني حينئذ قلنا انه لو كان بامر جديد يلزم عليه انه الاتيان بالفعل بعد العصر يبقى اداء ولا لا؟ يبقى اداء. انا امتثلت الشارع اهو، بدل انت بتقول ان لو قلنا ان القضاء بيجب بامر جديد يبقى اداء ما يبقاش قضاء. ليه؟ لان امتثلت كلام الشارع، مش كده؟ اما الملازمة فلان الاتيان بالفعل حينئذ يعني حينئذ اوجبنا القضاء بامر جديد، يبقى الاتيان به في وقته ولا لا؟ هو قال لي ان ما صليتش الظهر في وقته يبقى اصليه في وقت العصر، يبقى صليته في الوقت اللي عينوه للشارع ولا لا؟ يبقى اداء وليس في وقته لا بعده، وهذا هو الاداء بعينه. واما الاستثنائيه فلأن الإجماع قائم على أن هذا الفعل قضاء وليس بأداء. صلاة الظهر في وقت العصر الإجماع قائم على إيه؟ على أنها قضاء، مع أن مذهبك يؤدي إلى أنها أداء ومحدش قال كده. ويجاب عن ذلك بمنع الملازمة، الملازمة اللي هي بتقول ايه؟ لو كان القضاء واجبا بامر جديد لكان اداء، لكان اداء، مش كده؟ نمنع ذلك، يعني نمنع انه اداء، نمنع انه يلزم من انه واجب بامر جديد انه اداء. ليه؟ قال لان احنا قلنا الاداء ايه وايه؟ فعل العبادة في وقتها المحدد لها أولا، فعل العبادة في وقتها المحدد لها أولا، وهو حدد وقت الظهر أولا ولا ثانيا؟ أولا، حدده أولا، يبقى ده أداء، لكن التحديد الثاني يبقى قضاء، لأن احنا قلنا الأداء لابد أن يكون فيه سبق الأولية. ويجاب عن ذلك بمنع الملازمة، إذ لا يلزم من الأمر بفعله بعد خروج وقته أن يكون فعله حينئذ أداء،
حينئذ برضو الجرع بتنوين عوض عن ايه؟ عن المضاف اليه. يعني حين اذ قلنا انه واجب بالامر الثاني. ليه؟ لان الاداء المصطلح عليه هو الذي فعل في وقته المقدر له اولا. والفعل بعد خروج الوقت وان كان واجبا بامر جديد لا يعتبر اداء، وان وقع في وقته المقدر له بالامر الجديد. وان ليه؟ قال لان تقديره ليس اولا بل ثانيا، فيكون قضاء لان القضاء فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها اولا، وبهذا ثبت رجحان مذهب الجمهور، وهو ان القضاء يجب بامر جديد وليس بالامر الاول. الامر بالشيء نهي عن ضده. خدناها؟ لا لا. الامر بالشيء نهي عن ضده. لا خلاف بين العلماء. لا خلاف بين العلماء في أن مفهوم الأمر سواء كان لفظيا أو نفسيا مخالف لمفهوم النهي كذلك، يعني سواء كان لفظيا او ايه نفسيا او نفسيا. بدعوة منه برضو بقول ان مفهوم النهي الامر غير مفهوم النهي سواء في كل منهما اللفظي والنفس. ليه؟ عاوز يقيم الدليل. قال فقد عرفوا الامر النفسي، فقد عرفوا الامر النفسي بانه طلب فعل غير كف عليه بغير لفظ كف ونحوه،
اللفظية بأنه اللفظ الدال بالوضع على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف نحوه. ايه تعرفين منه زي بعضهم؟ نرجع للتعريف الاول. التعريف الاول تعريف الامر النفسي بانه طلب فعل. الانسان قبل ما يتكلم بيقول بخاطره ما سيتكلم فيه، مش كده؟ اهو ده امر نفسي، يعني في طلب عندك بتترجم عليه، بتترجم عنه باللفظ. ولذلك يقولوا ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وده قالوا ده في شرط الصيغه في البيع، لان البيع قائم على التراضي، والتراضي لا يدل عليه الا اللفظ. طلب فعل غير كف، وعرفنا كلمه طلب فعل غير كف، يعني المطلوب في الامر فعل، ما هوش كف، ما هو في كف عن فعل وفي فعل، فالامر بيطلب منك ايه؟ الفعل، بس الفعل ده يكون غير كف. قال هو في فعل كف؟ قال اه. كف نحو زر، دع اللعب، ده في كف ولا لا؟ ايوه. اه يبقى الامر طلب فعل غير كف، غير كف مدلول عليه بغير كف، يعني اللي يدل على طلب الفعل اللي هو غير كف شرطه انه يكون مدلول عليه بغير كف، اما اللي مدلول عليه كف فانه في الواقع نهي، لكنه لما كانت صيغته صيغه فعل الامر سموه فعلا ليطابق المدلول داله. اللفظ بقى اللفظ الدال، يبقى اذا معانا امر نفسي وامر ايه؟ لفظي وامر لفظي. النهي كذلك طلب كف عن فعل مدلول عليه بغير كف ونحوه، او تقول اللفظ الدال بالوضع على طلب كف عن فعل مدلول عليه بغير كف ونحوه. وعرفوا اللفظية بأنه اللفظ الدال بالوضع على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ونحوه. وعلى هذا فالأمر نوعان، طلب فعل غير كف هو ده النفسي، وطلب كف عن فعل مدلول عليه بكف ونحوه. كدعوى زر، يعني اترك. وكأول السطر وكما عرفوا الامر بنوعيه بما سبق، عرفوا النهي النفسي بانه طلب الكف عن الفعل غير كف ونحوه. وعرفوا النهي اللفظي بأنه القول الدال على طلب الكف عن الفعل
بغير لفظ كف ونحوه. اعرف النهي اللفظي. واعرف النهي اللفظي بانه القول الدال على طلب الكف عن الفعل بغير لفظ كف ونحوه. كف ونحوه. الكف ودع وزر المطلوب بهم ايه؟ ترك، مش كده؟ الكف دع الكتابة، يعني ايه؟ يعني كف عن الكتاب، كف عن اللعب، يعني ايه؟ اذا مطلوب به الترك ولا لا؟ اذا معنى كف وزر ودع ونحوها تدل على طلب الكف عن الفعل. يبقى اذا كان يجب انهم يحطوها في جانب ايه؟ في جانب النهي، ما دام طلب الكف عن الفعل. يبقى طيب كان يحطوها في صيغ النهي، لكن ما حطوهاش في صيغ النهي، حطوها فين؟ حطوها في صيغ الامر. ها؟ مفهوم لحد هنا؟ ولذلك قلنا الامر نوعين، نوع بغير كف ونحوه ونوع بكف ونحوه. ليه عملوا كده؟ قال لان احنا معانا لفظ ومعنى، او دال ومدلول. الدال يخليها تروح في جانب الامر، لان دع بتعربها تقول ايه؟ فعل امر. ضرب فعل امر. كفة كفة.